المديتيشن صار لي شيء تقريبا شيء 10 سنين بهالموضوع، كتير شيء مهم بحياتي وكتير مبسوط اني اكتشفته، لانه بعلم الديسبلين بعلم الديسبلين للافكار يلي بتحاول تسيطر على علينا ببعض الاحيان، يلي هي بتبقى فكره نحن مش حابينا ولا حابينا ان تصير ولا حابين ان نفكر فيها، بس للاسف بتلاقيها بتضلها بمخنا وعم نفكر فيه وعم تزعجنا وعم نخلقها أن تصير وإلخ إلخ إلخ. مديتيشن هو بغعل بيعطي أكتر ديسبلين لهالموضوع، بيعطي أكتر إنر بيس واحد يقدر يحس فيه ويستلز بقصص كتير سيمبل.